يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بأن اليهودية والنصرانية والإسلام هي ثلاثة أديان من خير الأديان، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني على وضعها الآن من خير الأديان بعد مجيء الإسلام، هذا كلام باطل وهذا كفر، لأنه بعد مجيء الإسلام ما بقي غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن التوراة والإنجيل حرفتا. الإنجيل فيه إن الله ثالث ثلاثة، المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، المسيح هو الله، هل هذا هو الإنجيل؟ هذا هو الإنجيل؟ لا، حرف والعياذ بالله. وما بقي صحيحا لم يحرف نسخ بالقرآن. فالأديان انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار الإسلام هو ما جاء به هذا الرسول، أمن خرج عنه فهو كافر. نعم، ولا يهودية ولا نصرانية بعد مجيء الإسلام. نعم.